قالوا المجد باش يتحل على خاطر ما لقاش الحل عملوا عملة كيلو بصل ما خلوش الفرحة تتم يا سلاك الواحلي زادوا الدور والاقواني جبنا لهم تقزة عرفوا مد بفرحة غنوا لهم غنى المجلس وتحزم هات الماكل واحلي لا تكونوا نقولي صح العالم اللي لابس ومحارب مع الراس وكاس واستوفى على الكل بيجان ما تحرك له حتى عظم هات الماكل واحلي لا تكونوا نقولي طوف رزق عنا عام بدل عاطل والغدام حما ما طبت برزاق لا يعجلها الشعب خدم هات الاكل واحلي لا تسولوا الاقواني قولوا لينا وين نشب كان نتكلم توني السب بدني ولع وتحطب حتى من راسي مسم هات الاكل واحلي لا تسولوا الاقواني افرح الكل يرجد واضح البركه راهي خلت يا ممرم يصبع تموت بعد المجد فات الدم هات الاكل واحلي لا تسولوا الاقواني زوري توني فم حاجة ما فهمت ليش ولا ما فهمت يا أخي المجلس التنفيذ إذا يقولنا في دستور تونس ولا دستور العالم العرب غريب سعادة كوب دافريك وزادت سعادة الألعاب الأولمبية وتو أنا داخلين في الكوب دوموند وجماعة المجلس التنفيذي لتو ما حاضرونا هاد السوق تو قل يا اخي دورصاف بنت ما ولدت في الانتخابات ولا لا وتو وزناهم يخطبوا بها والعام الجاي بس تعرف والمجلس التنفيذي لتو ما شغلنا دستور يا عزيز تو قل لي قديس وعد يا رسول الله في جرد جيتو والزبان مجنجن عليه وسجلنا كتاب اخضر فيه مليون صف ونحن 247 نظر حاروا في دزود يوم كان طلعوا الفلسطين وعبوا جيوبهم بالزعرور رام حراها وروحوا ها يا عزبت اسمعني وتشكرهم نار رب البني السايح تقول سلام في عمي غريب سير على صعب وصيروا هكا مجلس تنفيذ موقف سير على صعب وصيروا إما وصل عليه كلاشينكوف كارابيل حطه بين العينين هاون سير عليه وصيروا يا عزيز راهو الدمار وليس لنا المجلس التنفيذي هذا مسلسل تركي اوين عاد الزغيب نعطوا سي مصطفى بن جعفر مهند والدستور نور ومعذرك ونحن انا فرايزي سماجي ما تخطر لخطر الزغيب يا اخويا بر العقل خدك فاطمة بوزاح ما تزيرك من خاتك دخلوا بعضها مسكين جيت تبرف على يا عم الزهور امشي دبة غلطة تتغني يا عم الدزور امشي دبة حتى من جعفور دز علينا الكبة حليني دز علينا الكبة صراحة صغيب برجولي غلطتنا نحن تعرف تقول نحن كشعب 15 مليون ولا لا كان كل مواطن ومواطنة واحد جاب حرف لغة جاب جملة لغة جملة مفيدة اللغة جاب لنا كلمة سكون فتحة
وغرب لهم أننا طلعنا منهم دكتوراك ولا لا. اسمعني شغلي، انت سمعتك تروب بان دي سسبونسيون، هاي انت الليلة تعبت برش، انت بقيت تنزي على كانون تعبت، انا عطوك ترو ثلاثة نقاط متتالية، اون وين تعرفها خلت دز ثلاثة نقاط إلى آخره. ها زواغي يا رسول الله، تو جماعة المسجد كان ليس قلنا لهم سيقولنا دستور ولا سيقولنا ولا حظونا ستين، يا عجبكش الناعش ولد حومتنا، الناعش ولد خالتك الغزبان، يا ريت ما واكل ليلة، ريت ما وجاتنا نهار الطول وراك تسعوني راك تسعوني تو نتكلم عليك، أنا عرفت أمي لبسني الكوستيم العامرة نتاعي هنا ولمينا له شوية ظرف وركبناه مع عمك حمد طلع المرسي سنترال باش يجيب الخضرة. قلنا له بلا عم احمد درميه في باردو قدام المسجد التاسيس. حريق الكلام كان لقيا 100 وجه في الثلج، 8 اشهر ما ريتش خلق. سخر وقد ما تاع عمك مسجد الكلمه شدك الميكرو دب 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 ان دو تروا تيس ان دو تروا تيس. الناس اخذ تعلم بعث لك باش تتكلم علينا ولا باش تعلم تعلمنا الحصير. هي عجبك وبعد سخر وقدمك بس سنتورة وقال بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعنة الله على بليس نزيد هيك ما تو بعدين بتتكلم علينا ولا بس تساعد ما هاتلك الواحد قالوا المجلس مش يتحل على خاطر ما لقاش الحل عملوا عمله كين بصل ما خلوش الفرحه تتم هاتلك الواحد لا تدوروا الاقوالي شفنا لهم تجازات عرفوا مد الفرحه غنوا لهم غنايات جاب المجلس وتحزم هاتلك الواحد لا تدوروا الاقوالي شطح العايم اللي لابس ومحارب على الراس وكاس واستوفى على الكرسي جاب ما تحرك له حتى عظم هاتلك الواحد لا تدوروا الاقوالي توف ريزك عنا عام قد العاطر والغدام حما ما طابت بردام لا يعجلها الشعب خدم هاتلك الواحلي لا تدوروا الاقوالي قولوا لينا وين نشب كان نتكلم تو نتسب بدني ولا عود احطب حتى من راسي ما فم هاتلك الواحلي لا تدوروا الاقوالي افرح الكولي رجد واضح الباركة رايخ لك كان مرم نصبع تموت بعد المجلس تردم هاتلك الواحلي لا تدوروا الاقوالي